السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين قناة رضا الدسوق الأعزاء. أهلا وسهلا مرحبا بكم في درس جديد من دروس قناة رضا الدسوق للبرمجيات والمعلومات. النهاردة معنا درس جديد بخصوص الإكسل. هنتعلم مع بعض في الدرس بتاع النهاردة خطوات مهمة جدا في إن احنا نعمل ملف إكسل خاص بالصادرات والواردات. بالنسبة لو عندك محل صغير او شركة صغيرة تقدر تثبت فيها كل الداتا بتاعتك او تسجل فيها العملاء والموردين والموظفين. كل التفاصيل دي هنعرفها مع بعض على فترات وعلى دروس متباعدة. تابع معايا الفيديو لاخر دقيقة هتستفاد جدا. بتمنى لكل اللي بيتابعني اول مرة يشترك معانا في القناة ويفعل الجرس ولايك وشير علشان يستفاد بعدد كبير جدا من كل المتابعين لليوتيوب. النهاردة معنا ومعاكم الدرس في الاكسل. هنبدأ مع بعض خطوة خطوة ونعرف ازاي نربط الصفحات ببعضها ونعمل روابط مختصرة بين الصفحات وبعضها. هنعمل ازاي التشكيلة بتاعتنا او صفحة البداية بالنسبة لشركة معينة بشكل جمالي وظريف على الاكسل. الاكسل من البرامج المهمة جدا في الخدمات المحاسبية او الشركات او المحلات الصغيرة. كتير مننا بيتعامل على الاكسل بس ما يعرفش ان فيه امكانيات قوية جدا ومعادلات تقدر تستفيد من وراها. كل الحاجات دي هنعرفها في الدروس القادمة ان شاء الله. النهاردة هنكتفي بالدرس بتاعنا بحاجات مهمة جدا كبداية. تابع معايا الدرس كويس عشان تعرف تبدأ معايا خطوة بخطوة. بسم الله وهنبدأ على بركة الله. هنفتح صفحة اكسل زي كده. زي ما انتم شايفين كبداية عندنا الصفحات كلها من ناحية الشمال. هنروح على راو او باج لاوت ونحول الشيت ناحية اليمين. كذلك في الشيت رقم 2 هنحوله ناحية اليمين. الشيت رقم 3 ناحية اليسار. هنفتح شيت كمان 4 ناحية اليمين. شيت 5 شيت 6 على حسب الابواب اللي عندنا هنبدأ نشتغل عليها. هنبدأ كبداية ونحط هنا في الشيت دي ندوس عليها دبل كليك زي ما انتم شايفين. نمسحها ونكتب عليها هوم او الرئيسية زي ما انتم شايفين كده. كمان انا عندي في الشيت التانية هخليها مثلا الموظفين. الشيت رقم 3 هخليه مثلا العملاء. على حسب البنود اللي عندك في الشركة بتاعتك تبدأ الموردين. ممكن هنا المصروفات. هنا مثلا نكتب السيارات. وعندي شركة خاصة بمجال التوزيع او المبيعات. هنبدأ على كل الابواب بتاعتنا نحط صفحة خاصة بالمجموعة ده. بس خلينا نبدأ في الصفحات اللي احنا شفناها. هنيجي للرئيسية عندنا هنا. ركزوا معايا في كل خطوة بعملها. هنعمل insert ونحط قالب زي كده. انا هحاول اعمل لكم الملف بطريقة سلسة وسهلة علشان الكل يتعلم الشغل على الاكسل ويبدأ يفهم انت بتستخدم الاكسل في اكتر من حاجة مفيدة. هنحدد الخط بتاعنا مثلا وليكن 16. نيجي هنا ونقول له edit text. هكتب مثلا شركة السماح للأجهزة الكهربائية وليكن. هنسق الخط بتاعي من هنا. اعمل توسيط واكبر كمان تاني لو حابب انسق كده الشكل بتاعه اعمله بولد كده. انا عملت كبداية عندي شركة السماح. انا عندي ملفات كتيرة جدا خاصة بشركات كنت عملت لها شغل وبناء على طلب المتابعين قالوا لي عايزين نعرف ازاي نربط الصفحات ببعضها في الاكسل او نعمل حاجة مبسطة وسهلة نقدر نتعامل معاها من صفحة رئيسية زي كده. مبدئيا انا هحاول الصفحة دي هدوس كنترول A واخلي الصفحة بتاعتي بلون جذاب زي كده زي ما انتم شايفين. هقدر اغير الشكل بتاعي وليكن مثلا اخليه كده ازرق كده تمام. هبدأ ان انا اعمل روابط للصفحات بتاعتي. بناء عليها انا هبدأ اعمل الاشكال بتاعتي بطريقة ظريفة زي كده. وهنسخ الكلام ده. هعمل منه كام باب عندنا. احنا قلنا عندنا باب الموظفين عملاء
موردين، مصروفات سيارات وهكذا. امشوا معايا خطوة خطوة للفيديو، في حاجات مهمة جدا هنتعلمها مع بعض. هبدأ انا عندي 2 4 6 كوبي، هقول له بيست، كمان بيست بيست، 6 ابواب هقدر اعملهم. طبعا انا بنسخ عشوائي علشان هبدأ ارتب زي كده كشكل. هنسق براحتي على حسب التنسيق اللي انت شايفه من وجهة نظرك. انا بحاول اشرح لكم الدرس كده عشوائي بحيث ان انتوا تجملوا براحتكم في الشكل اللي انتوا محتاجينه او ايا كان. هنا هبدأ اعمل تكست كمان وهكتب عليه الموظفين، وفي نفس الوضع هكبر واصغر براحتي من هوم، اكبر الشكل ده واعمل له توسيط واعمله بولت هكذا. العملاء احنا ممكن نكتب كل البيانات بتاعتنا ونرجع نعمل التنسيق براحتنا. كليك يمين ونكتب الموردين. كل الكلام ده هنعرفه واحدة واحدة مع بعض. المصروفات، السيارات، لو هعمل ابواب لكل واحدة من الخدمات اللي عندي او الحاجات اللي الشركة بتقوم عليها وبتشتغل عليها. تمام، ممكن من هنا اختصر الكلام. زي ما انتم شايفين كده. طيب احنا وصلنا للشكل ده، هنحاول نربط كل صفحة بحيث ان انا لو دوست على كلمة الموظفين او الباب بتاع الموظفين او المستطيل ده اللي عليه الموظفين وضغطت هنا يفتح لي الصفحة اللي هي بتاع الموظفين. طيب قبل ما نعمل الكلام ده هنبدأ هنا نعمل حاجة ظريفة جدا، بحيث ان انا هعمل كده اسم الصفحة هنا. طيب هنختصر برضو الموضوع بطريقة جميلة. هاخد ديت اقف عليها كده وادوس كنترول واضغط على كمان دي وكمان دي كمان دي ودي معايا ودي كمان معايا. اخدها كوبي. قبل ما اخد الكلام ده هعمل لهم ربط الاول علشان كل صفحة تمشي معايا خطوة خطوة. ركزوا معايا عشان ما ننساش حاجة مع بعض، ولو اي استفسار هنتظركم في التعليقات وهجاوب عليه ان شاء الله. وبتمنى كل الناس تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس علشان تستفادوا بكل المعلومات اللي هنزلها على الصفحة والدروس المشروحة. واتمنى كمان لايك وشير علشان يوصل لعدد كبير جدا نستفاد بيه. هنبدأ واحدة واحدة نعمل ربط الاول للصفحات عشان لما اجي اخدها كوبي كلها. افهموا النقطة دي كويس عشان تعرفوها. هاجي اخدها كوبي كلها وانزلها في كل صفحة من الصفحات دي بحيث ترجعني على اي صفحة انا عايزها. طيب هنبدأ باول واحدة، كليك يمين وناخد هايبر لينك. الهايبر لينك ده حاجة مهمة جدا. طيب اقول له البيك ماركس بتاع ايه، هختار الموظفين واقول له اوكي واوكي. كده عمل لي هايبر لينك. ملاحظين الداتا اللي ظهرت معايا هنا او التعليق اللي ظهر او الاقتباس اللي ظهر؟ قال لي ان انت عندك الملف اللي انت فاتحه موجود فين وهيفتح ايه. لو انا ضغطت كده دخلني على صفحة الموظفين. ملاحظين الفكرة نفسها انا بتكلم في ايه؟ طيب هنرجع كمان نطبق الكلام ده على باقي الصفحات. كليك يمين هايبر لينك ونختار البوك ماركس ونختار منها العملاء. اوكي اوكي هكذا. الموردين نفس الوضع. اوكي اوكي. طيب نمشي الكلام ده برضو على باقي الصفحات. المصروفات اوكي اوكي. باقي عندي السيارات هكذا. خطوات نمشيها مع بعض واحدة واحدة هنبدأ نفهم الدنيا بتاعتنا ماشية فين. هنا بقى نقدر نعمل كوبي. هدوس كده كنترول 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 كنترول. هقول لكم فايدة الموضوع ده ايه. كليك يمين واقول لهم كوبي واجي على الموظفين واعمل لها بيست.
سخلي حاجتين بس، فانا همسح دول واخد باقي الملفات اللي ما اخدهاش معايا. احاول ان انا يعني اظبطهم كده زي ما انا عايز. اخليهم مثلا في الركن كده، احاول ان انا اضغط كنترول علشان ما يدخلنيش على الصفحة نفسها، وابدأ اعمل لهم التنسيق اللي انتوا شايفينه. كنترول عشان تبدأ تتحرك معايا بدون ما تدخلني على الصفحة نفسها، تمام، وهكذا في باقي الصفحات. مش مهم الترتيب ايه، انت وطريقتك وبالطريقة اللي انت شايفها تقدر ترتبهم. طيب الصفحة بتاعتي دي اسمها ايه؟ موظفين. يبقى انا هعمل مربع كتير كبير هنا واكتب عليه الموظفين، بحيث يعرفني ان انا دخلت على صفحة الموظفين، تمام، وهكذا في كل الصفحات. Edit Text واكتب عليها الموظفين او صفحة الموظفين، بحيث ان الصفحة بتاعتي تكون خاصة بالموظفين وابقى عارف نفسي انا وقفت في اي صفحة فيهم. هكذا الموضوع ده انا هنسخه في كل الصفحات. اتمنى يكون فهمنا الفكرة اللي انا بتكلم فيها. باجي عندي خطوة واحدة، ان انا هعمل نفس الملف ده، هاخد كوبي كده وليكن اي ملف فيهم وانزله هنا معايا، واخليه مثلا هنا اكتب عليه الرئيسية، بحيث ان هو ينزلني او يدخلني على الصفحة الرئيسية. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ كليك يمين، برضو هايبر لينك، اديت هايبر لينك واخليها رئيسية بدل ما كانت، بحيث لو دوست كده دخلني على الصفحة الرئيسية. ده اللي انا بتكلم فيه في الهايبر لينك. طيب التنسيق اللي بعد كده، كلنا هنقدر ناخد الملفات دي كنترول ونضغط عليهم كلهم كده بنفس التشكيل ونفس الصفحات، وناخد كوبي كليك يمين كوبي على نفس الصفحات هنزلهم فيها. للأسف النسخ عندي المفروض ان انا باخد كل دول مع بعض واجي على صفحة العملاء، وبحاول ان انا اخدهم مع بعضهم كوبي. صفحة العملاء وهكذا، هاخد باقي الروابط بتاعتي اللي هي ديت. انا بوفر عليك وقت ومجهود، تقدر انت تاخدهم واحدة واحدة لو حابب، لكن انا بحاول اختصر وباخدهم مع بعضهم كده، واعمل نفس الشكل ده في كل الصفحات، تمام، زي ما انتم شايفين كده معايا، ونسقهم بالتنسيق اللي انا محتاجه، وهكذا على باقي الصفحات، تمام، على حسب التنسيق اللي انتوا حابينه. طيب كده احنا وصلنا لمرحلة قبل النهاية. نفس النظام هنزلها في كل الصفحات وعدل عليها. صفحة الموردين وهكذا، زي ما هي كوبي، وغير الاسم المصروفات وهكذا. السيارات. طيب انا كده وصلت المرحلة كويسة جدا، بحيث لو دوست على الرئيسية رجعني للرئيسية. عايز اخش على موظفين، هدخل على موظفين. مصروفات، هيدخلنا على صفحة مصروفات. سيارات، هيدخلنا على سيارات العملاء، هكذا. طيب انا ملاحظ ان الشكل مختلف، مش مختلف معايا، او كل حاجة شبه بعضها. انا ممكن اخلي صفحة السيارات بلون مختلف،
هدوس كنترول ايه، هظلل الصفحة كلها واخليها مثلا باللون الاحمر، وهكذا في المصروفات نفس الوضع، كنترول ايه واخليها مثلا باللون الاصفر، على حسب ما انت حابب تشكل المجموعة بتاعتك وتعدل عليها. طيب انا هنا هخليها باللون الاخضر، العملاء مثلا هخليها باللون البرتقالي، تمام، وهكذا مع باقي الصفحات، كنترول ايه خليها مثلا باللون ده. كده انا قدرت افرق بين كل صفحة وصفحة عشان التنسيقات متشابهة. نيجي للخطوة المهمة، ان انا هعمل جدول لكل صفحة، الكلام ده هنعرفه في الفيديو الجاي، لكن هعمل لكم صفحة الموظفين بحيث ان احنا يبقى عارفين هنعمل ايه الفترة اللي جاية ونقدر نشتغل عليه. طيب صفحة الموظفين مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني يا سيدي الرقم والاسم بتاع الموظف، وفي حاجة كمان تاني قبل اسم الموظف او بعد اسم الموظف، انا ممكن اعمل رقم البطاقة او رقم التليفون، وهنا الاسم كمان، هنا ممكن اعمل الوظيفة. هقول لكم ليه انا كتبت رقم البطاقة، عشان هعمل لكم لف ان شاء الله نبحث بيه برقم البطاقة او باسم الشخص الموظف اللي عندك، بحيث انت لو حابب تعمل بحث عندك في الصفحة الرئيسية هنا ممكن اعمل لكم خانة البحث، هنجهزها للفيديو اللي جاي ان شاء الله. انسرت هنا البحث، خانة البحث، انا هطبق الكلام ده على كل الملفات اللي عندي، بحيث لو انا عايز ابحث عن عميل معين، موظف معين، هيقدر يجيب لي بياناته في الخانة دي، بحيث ان انا عايز هنا الاسم او رقم البطاقة، الاسم، الوظيفة، نجهزها للفيديو اللي جاي ان شاء الله، الراتب، العنوان، ممكن كمان رقم الهاتف، بحيث انا لو محتاج بيانات عن موظف معين هقدر اجيبها. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ هنبدأ نعمل هنا تنسيق الجدول بتاعنا او نحدد الخانات وادمج دول مع بعض، عن طريق ان انا بحدد الخانتين دول واعمل لهم ميرج او دمج، وطبق الكلام ده بتاع على كل الحاجات اللي عندي، بحيث لما اجيب رقم البطاقة يظهر لي، ونسق الحاجات دي يظهر لي الملف بتاعي. طيب ممكن اغير دول بلون؟ ممكن اغيرهم بلون، اخليهم مثلا ممكن اعملهم ابيض او لون اسود مثلا ولو يكن، بحيث يكون ظاهر الاسماء فيهم، واخلي دول بالابيض، حاجة جمالية كده يعني، انت حسب ما انت حابب تعمل الشغل بتاعك، وقربها زي كده، بحيث لو انا كتبت رقم البطاقة هنا مثلا ايا كان الرقم ودوست انتر يظهر لي باقي البيانات بتاعت الشخص هنا، كتبت الاسم مثلا هنا محمد وفلان الفلان محمد احمد مثلا علي، ودوست انتر يظهر لي باقي البيانات بتاعت الموظف ده، تمام. ده الفكرة بتاعت البحث، هنعملها ان شاء الله الفترة اللي جاية. كمان ممكن اضيف حاجة تانية هنا بالنسبة للموردين، وهكذا لكل البيانات والعملاء اللي عندي، كل الكلام ده هنعرفه الفيديو اللي جاي. تابعوني واشتركوا معايا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وحصري لكل متابعين الاعزاء. هنبدأ مع بعض نطبق الكلام ده اللي احنا شفناه، احنا قلنا عندنا رقم بطاقة، اسم، وظيفة، راتب، عنوان، رقم هاتف، هنطبق الكلام ده في جدول هنا، اسم، وظيفة، الراتب، العنوان، رقم الهاتف. طيب هعمل ازاي الكلام ده؟ انا عايز خانة الاسم تكون كبيرة شوية، لاحظوا معايا دي كده، ممكن ارجعها كمان، الوظيفة سهل، الراتب معايا تمام، العنوان ممكن اكبره شوية، والهاتف. طيب هبدأ ان انا اكبر دي كمان، واعمل التنسيق ده ممكن اثبته على الكل، هعمل جدول، بعد الجدول ده هبدأ ان انا احدد المسافة دي واخليها باللون الابيض، واعمل لها كمان
جدول واميز الصف ده بولت واخليه توسيط، واكبر الخط بتاعي، ممكن اغير اللون بتاعه وليكن بحيث ان هو يكون مميز على حسب ما انت بتشكل في الملف بتاعك. حاجة جمالية كده تقدر تظبطها. ممكن اخفي دي كمان، اعمل له ديليت بحيث ان انا اجنب ايه الصفحة بتاعتي. ممكن اخلي دي هنا لو انت عايز تعمل حاجة جمالية، على حسب يعني اللي انت شايفه في الصفحة بتاعتك ممكن تظبطه. في نفس الوقت انا بقول لك ان انت تعمل الشغل ده بطريقتك، بس انا اديتك الفكرة وانت تشتغل عليها. هو ده الفكرة اللي انا قلتها وعايزكم تنفذوها. ممكن اخد الجدول ده وانسخه في كذا صفحة ماشية معايا بنفس الريتم، لكن هغير فيها بعض الحاجات. لكن ممكن تعمل جدول انت شايفه مناسب ليك او للشغل بتاعك. تمام، فهمنا فكرة الروابط ازاي. لو انا دخلت على الموظفين، دخلت على الرئيسية، رجعني للصفحة الرئيسية. عايز اخش على العملاء، بيسهل لي الشغل والحركة كأنه برنامج حسابات بالظبط في شركتك، في المحل بتاعك، في السوبر ماركت، في صيدلية، ايا كان المجال اللي انت شغال عليه تقدر تعمل منه الشغل ده على الاكسل. الفكرة نفسها ظريفة وجميلة، تقدر تعملها بالطريقة بتاعتك. تقدر تعمل فيها كمان خانات بحث، هنزل لكم الملف كامل ان شاء الله للي حابب يحمله. لو عندك شركة، عندك محل، عندك مشروع قائم بتاعك حابب تعمل عليه الملف ده، تحت امرك. اكتب لي في التعليقات هعمل لك نفس الملف، بس هتبعت لي البيانات نفسها على الايميل اللي موجود على القناة بتاعتي. تتواصل معايا اعمل لك نفس الملف للشركة بتاعتك. هحتاج منك بس نفس البيانات، اسماء الموظفين، بياناتهم دي ممكن انت تخليها. انا محتاج منك العناوين اللي زي كده اللي انت حابب تكون مذكورة في الملف بتاعك. كذلك المصروفات، انت عندك ايه المصروفات بتاعتك. هتحدد لي الابواب نفسها والعناوين اللي احنا هنضيفها هنا. السيارات برضو هتقول لي السيارة بتستهلك بنزين كذا، موديل السيارة، انتهاء الرخصة، تاريخ التجديد، حاجات زي كده. العملاء عندك كام عميل، ارقام تليفوناتهم، هنكتب العميل، رقم التليفون، البلد بتاعت العميل، المنتج اللي شغال فيه كده، العناوين. لكن البيانات انت بتملاها بنفسك. بالنسبة مثلا لو هنتكلم على الموظفين، انت هكتب لك العناوين دي كده واسلمك الملف جاهز. انت بتبدأ تضيف فيه الداتا بتاعتك اللي هي تحت هنا، بناء عليه انا بعمل لك خانة بحث لكل الحاجات دي. يعني الموضوع سهل وبسيط، محتاج منك شوية تركيز وشوية حرفية. وديكم فهمتوا قصة الروابط بتسهل لنا الموضوع ازاي. اتمنى يكون الدرس عجبكم واستفدتم منه، وان شاء الله استنوا الدرس اللي جاي هنعمل مع بعض خانة البحث، وازاي نضيف ملفات تانية، ازاي تعمل تعديل على الملفات. كل الكلام ده هنتكلم في الفيديوهات اللي جاية. وما تنسوش اللايك والشير عشان نستفاد بيه اكبر عدد. وما تنسوش الاشتراك في القناة. تحياتي ليكم، انتظروني بفيديو جديد ان شاء الله عشان الكل يستفاد. اشوفكم على خير، في امان الله ورعايته.